لزميلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهي عامله لقاءات او هتعمل دلوقتي لقاءات مع بعض الاشخاص هناك حول التوقعات للمباراه بالليل. يا هنا صباح الخير عليكي، وخلينا بقى نشوف كده الناس رايها ايه في المباراه النهارده وتوقعاتهم. اتفضلي. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة يوم مفرح عشان أول مباراة رسمية للنادي الأهلي بعد توقف أكثر من ثلاث شهور. معايا دلوقتي أعضاء من النادي الأهلي فرع الجزيرة عشان يكلمونا عن توقعاتهم لمباراة النهاردة. في البداية إزاي حضرتك، إيه توقعاتك لنتيجة مباراة النهاردة؟ مبدئيا انا مبسوط جدا برجوع الدوري، والكره الحاجه الوحيده اللي بتدي روح للحياه وهي اللي بتفرحنا، وان شاء الله الدوري اهلاوي. وتوقعاتي النهارده ان شاء الله 3-1 للاهلي، واللي هيجيب الاجوان جونيور اجايو ووليد سليمان وعلي معلول. ماشي، ميرسي، بشكر حضرتك. ازاي حضرتك، ايه توقعات حضرتك لنتيجه مباراه النهارده؟ طبعا هي فترة اعداد برضو كلنا عارفين كده، بس اتوقع 2-0 للاهلي ان شاء الله، مجدي قفشة ووليد سليمان ان شاء الله. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء حضرتك. ايه توقعات حضرتك لنتيجة ماتش النهاردة؟ ان شاء الله هنكسب، يعني نطلع ب2-1 يعني ان شاء الله، يعني ممكن يبقى وليد سليمان وجوني راجيه بس يعني. ميرسي. دي كانت توقعات أعضاء النادي الأهلي، وإن شاء الله كله بيتوقع الفوز للنادي الأهلي. العودة مرة أخرى إلى الاستوديو. نشكرك يا هنا جدا، ويعني